انا عندي شيخ اللي مريض مرضى السرطان، وكنوجه تحيه لكم وشكرا لكم بزاف. حنا دابا كنطالبوا بحق المجانيه ديال الطوبيس، لان مريض السرطان ملي يركب في الطوبيس ما خصوش يخلص. واش ملي يخلص ما عندوش 120 باش يخلص الطوبيس ويطلع عنده الكونترول يقول لي خلص 700 ريال؟ هذيك 700 ريال ما عندوش هو، اش كيدير؟ خاصو يدور على الناس اللي راكبين باش ياخذ ديك 700 ريال. اش كتسمى هذه؟ اهانه مريض السرطان، وكتسمى سعايه وبزاف د الحوايج فيها. فدابا كنطالبوا بمجانيه التنقل، مريض السرطان يركب في الطوبيس ما خصوش يخلص، تكون عنده واحد القيمه في الطوبيس. هذا الشيء اللي كنطالبوا به. اليوم حنا في وقفه احتجاجيه كجمعيه طموح للتنميه الاجتماعيه من اجل مسانده مرضى سرطان في ملف مطلبي ديال المجانيه، مجانيه التنقل في شركه النقل الحضاري، شركه ديال الزا اللي جات ومنعات هذا المكتسب اللي كان مريض سرطان والمعاق كيركبوا بالمجان هما العرف، جات شركه ديال الزا ومنعاتهم. التنقل بالمجان حنا كنطالبوا به من اجل التنقل للعلاج، الصحه حق دستوري، كنتمناو استجابه للمطلب ديالنا. حنا قدمنا مراسلات على يزيد عن سنه، وحنا باش قدمنا مراسلات كجمعيه ديال المجتمع المدني باسم جمعيه طموح وفعاليات المجتمع المدني، لكن لم تتم الاستجابه لها سواء من السيد الوالي ولا من رئيس جماعه الدار البيضاء ولا من رئيس جهه الدار البيضاء. حنا بغينا حوار، بغينا هاد الناس يستجيبوا المطلب ديالنا. واليوم حنا ندائنا لصاحب الجلاله السده العاليه بالله باش يلتزموا معنا باش تكون مجانيه التنقل. راه مريض سرطان اللي طالب بالمجانيه هذا ابسط الحقوق ديالو، مريض سرطان خصو الحق في العلاج، خصو الحق في التنقل لمراكز العلاج. حنا ما طلبناش ما بغيناش التنقل، راه الافضل كان علينا نطالبوا بوسائل نقل مخصصه لمرضى السرطان. حنا ولينا كنطالبوها بالاقل، بغينا غير اللي موجود، ولينا كنقول لهم غير عطيونا هذاك الطوبيس بالمجان. واش الطوبيس كيبان لكم شي حاجه كبيره بزاف الا طالب بها مريض سرطان بالمجان؟ راه هذا اضعف الحقوق ديالو، ابسط الحقوق ديالو. كنتمناو من هذا المنبر تم الاستجابه للمطلب ديالنا، وكنتمناو السيده العمده اللي كانت مندوبه ديال وزاره الصحه واللي كتعرف المعاناه ديال مريض السرطان تستجب لهذا المطلب ديالنا، السيد الوالي اللي كان بين الموقعين على الاتفاقيه، وكانت وزاره الاسره والتضامن ورؤساء المقاطعات اتفاقيه تنقل المعاقين، حتى هو يلتزم معنا ويكون كنطلبوا منه باش تكون هذه الاتفاقيه ساريه على مرضى السرطان، لان مرضى السرطان راه معاقين، راه عندهم بطر ديال اعضاء داخليه او خارجيه. كنتمنى الاستجابه للمطلب ديالنا. هاد الفئات الهشام المجتمع اللي بصراحه كتعاني من 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 التنقل باش يمشيو يلتحقوا بالمراكز ديال العلاج، وحنا كنطالبوا الجهات الوصيه باش انه تعطيهم مجانيه ديال التنقل، وهذا ابسط الحقوق لهاد الفئات هذا اللي كيعانيو. وبركه ما نبقاو نخليو هاد الامر هذا بهذا الشكل هذا، وانتم كتشوفوا فيكفيهم المرض اللي كيعانيو منه. وكنظن انه من اللياقه ديال المغاربه انه نساندوا هذه الفئه الهشه من المجتمع اللي بصراحه كما كتشوفوا انتم الاخوان والاخوات اللي بصراحه المرض ديالهم يكفيهم. وكنظن انه الجهات الوصيه انها خصها تاخذ الامر بجديه وتعطيهم هذه المجانيه ديال التنقل باش يمشيو يتعالجوا.